مشاهدينا الكرام، احييكم من تلفزيون جمهورية صومال لنا القومي، والى حضراتكم النشرة الاخبارية وابرز ما فيها. امطار غزيرة تؤدي الى حدوث اضرار جسيمة بالمزارعين. المغتربين الصوماليين وارسالهم مساعدات نقدية الى اخوانهم المتضررين. ترحيب واسع من قبل سكان منطقة توغواتشالي. مشاهدينا الكرام، كانت هذه ابرز العناوين، واليكم بالتفاصيل. هطلت أمطار غزيرة بالمناطق الواقعة بالطريق الرئيسي الرابط بين مدينة بربرة والعاصمة، وخاصة منطقة عيل هلي، والذي أدى إلى حدوث فيضانات وأضرار جسيمة بالمزارعين المقيمين على أطراف وادي المنطقة. هطلت أمطار غزيرة في المناطق الواقعة بالطريق الرابط بين العاصمة هرجيسة ومدينة بربرة، وخاصة منطقة عيل هلي، والذي أدى بأضرار جسيمة إلى ما يبلغ 50 مزرعة والبئر الرئيسي للمنطقة، كما أدى بأضرار بجسر المنطقة دين جالو بعد حدوث فيضانات بالوادي الذي يمر بتلك المنطقة. وتحدث هناك إلى وسائل الإعلام عمدة الناحية الإدارية عيل هلي السيد فرح عبدي قلب بكلمة قدم من خلالها شرحا مفصلا عن الأمطار التي هطلت بتلك المنطقة، حيث أشار إلى أنهم كانوا في أشد الحاجة إلى هطول تلك الأمطار، كما نشكر ربنا على هذه النعمة باستثناء فيضان الوادي المهم لأهالي وسكان المنطقة، والذي أدى إلى أضرار جسيمة في المزارع التي كانت تطل على أطراف الوادي، كما جرفت تلك المياه من مكينات الري المزارع وسكان المنطقة، إضافة إلى إلحاق أضرار بالجسر الرئيسي. وفي الختام دعا إلى الحكومة وخاصة وزارة الثروة المائية والزراعية بإيصال مساعدات عاجلة إلى سكان تلك المنطقة، كما تحدث أيضا هناك أهالي وسكان المنطقة بكلمة دعوا من جانبهم أيضا من الحكومة بخصوص حصولهم آلات الري وبناء جدار عازل لهم من أي فيضانات أخرى تؤدي إلى إضرار مزارعهم. بعث المغتربين الصوماليين المقيمين بالولايات المتحدة والدول الغربية مساعدات مالية إلى مزارعي وسكان منطقة ألي بضي، تم إيصال هذا المبلغ عن طريق اللجنة المكونة للمنطقة لإغاثة المجتمعات المتضررة من حالة الجفاف والقحط. بعث المغتربين الصوماليين المقيمين بدولة الولايات المتحدة وبريطانيا ونروي مساعدات مالية إلى مزارعي سكان منطقة ألي بضي، تم إيصال هذا المبلغ عن طريق اللجنة المكونة لإغاثة المجتمعات المتضررة من موجة الجفاف والقحط الذي عم بالبلاد. وتسلم بشكل رسمي هذا المبلغ مسؤولي إدارة إقليمي قبيلي من قبل اللجنة المكونة لإغاثة مجتمعاتنا المتضررة، حيث سينفذ هذا المبلغ بمساعدة مزارعي المناطق الواقعة تحت إدارة الإقليم بطريقة إعادة أراضي المزارع وتهيئتها للزراعة فيها مرة أخرى بعد أن تضررت تلك المزارع من حالة الجفاف والقحط التي دامت بالبلاد، وحولت المزارع إلى أراضي جرداء. كما بدأت حاليا في بلادنا استقبال موسم هطول الأمطار التي طالت مدة انتظارها. وتحدث هناك إلى وسائل الإعلام عمدة المنطقة بكلمة أشار من خلالها إلى أنهم تلقوا مبلغا ماليا لمساعدة من إخواننا المغتربين بالدول الأجنبية لمساعدة شعوبهم المتضررة من موجة الجفاف التي عمت بالبلاد وخاصة المزارعين، حيث استدعيت هنا جميع رؤساء النواحي الإدارية من أجل توزيعهم هذا المبلغ على مواطنيهم المتضررين المزارعين ليستعيدوا مرة أخرى مصادر دخلهم المالي. كما تحدث أيضا هناك عدد من المسؤولين وسكان المنطقة قدموا من خلالهم كلمة شكرهم البالغ إلى منح هذه المساعدة المالية. رحب سكان منطقة توغواتشالي بالقرار الحكيم الذي اتخذته حكومة جمهورية صوماليلاند بقيادة قائدها المناضل فخامة أحمد محمد محمود آدم في إبرام اتفاقية مع الدولة الشقيقة الإمارات العربية المتحدة بخصوص تمويلها واستثمارها في بلادنا. رحب سكان منطقة توغواتشالي بالقرار الحكيم الذي اتخذت بها حكومة جمهورية صوماليلاند بقائدها المناضل فخامة أحمد محمد محمود آدم إلى إبرام اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص تمويلها واستثمارها في الميناء العالمي ببربرة وإنشائها في نفس الوقت مشاريع تنموية بمدينة بربرة
أخرى. هذا وتحدث هناك إلى وسائل الإعلام شيوخ وسلاطين المنطقة وقطاع المثقفين والمتعلمين والقطاع التجاري وغيرهم من سكان المنطقة بكلمة رحبوا من خلالها حكومة جمهورية صوماليلاند باستقطابها المستثمرين العالميين وإبرام اتفاقيات معهم والتي ستساعد بلادنا إلى مواكبة سائر بلدان العالم من ناحية الازدهار والتقدم، كما ستلفت أنظار العالم إلى استخدام مينائنا العالمي إضافة إلى اعتباره مصدر دخل للعملة الصعبة التي نحن بأمس الحاجة إليها وخلق فرص عمل أيضا لشبابنا. رحب سكان وأهالي منطقة عينب التابعة لإقليم سرار بالاتفاقية التي تمت إبرامها بين حكومتنا ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن استثمارها بميناء العالمي بربرة. رحب سكان وأهالي منطقة عينب التابعة لإقليم سرار بإبرام الاتفاقية التي تمت بين حكومة جمهورية صوماليلاند ودولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص تمويلها واستثمارها بالميناء العالمي بربرة، إضافة إلى تمويلها عدة مشاريع تنموية أخرى والتي أهمها إنشاء فنادق ضخمة تواكب الفنادق العالمية. هذا وأشار سكان تلك المنطقة ومثقفيها والقطاع المتعلم من خلال حديثهم إلى وسائل الإعلام إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر فرصة مهمة لوطننا لا تعوض، ويجب علينا مساندتها لأننا بحاجة ماسة إلى حصول بلدنا نحو هذه المشاريع التنموية واستقطاب المستثمرين العالميين من جانب، لأن قدراتنا المادية لا تسمح لنا بتمويل نحو تلك المشاريع الضخمة والتي تعتبر مصدر دخل كبير وحيوي لأمتنا. كما ندعو إلى سائر المواطنين وخاصة الأحزاب المعارضة بمساندة الحكومة على تقدمها بهذه الخطوة المباركة والتي ترفع من شأن بلدنا، كما تخلق لشبابنا فرصة عمل تمنعهم من الهجرة إلى خارج البلاد. توفي بدولة سويد المناضل والمجاهد الكبير المرحوم محمد عبد الغادر، والذي وافته المنية بعد أن كان يعاني لمدة طويلة من مرض عضال أدى في النهاية إلى وفاته. توفي بدولة سويد المناضل والمجاهد الكبير المرحوم محمد عبد الغادر الديرية، والذي كان له تاريخ طويل في جانب النضال الطويل الذي استعادت بها جمهورية صوماليلاند على استغلاليتها وحريتها من النظام الغاشم. هذا وبعد مشاركته بهذا التاريخ الطويل، المرحوم والمغفور له محمد عبد الغادر كان أيضا من ضمن مؤسسي الجمعية الشبابية بإقليم توغلير أيام النضال المستمر في بلادنا، وشارك في مراسم دفن المرحوم أعداد كبيرة من المغتربين الصوماليلانديين على أطراف الدول الغربية، كما دعوا له وفي الختام الصبر والسلوان إلى أهالي وذوي وأقارب المغفور له وإلى أيضا جميع الشعب الصوماليلاندي وأصدقائه، ويدخله في فسيح جنانه، إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا الكرام، بهذا النبأ تنتهي نشرتنا الأخبارية لهذا المساء، قدمتها وقرأتها على حضراتكم من تلفزيون جمهورية صوماليلاند القومي. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.